Bonsoir, docteur. Bonjour, bonsoir, صارت ولا أنا غلطان؟ صرنا بالليل. Eh, bonsoir. أهلين. هو محاضرتنا على الساعة 6 صح؟ هي على البرنامج؟ لا دكتور، 6:30. 6:30، اوكي. نحن وين صرنا؟ شو أعطينا آخر شيء؟ أخذنا عن الهيجا دسم المحول من هيدا، من هيجا دسم المزدوج. أوكي، خلصناهم بالعكس، هذول بعدين. الأند والأورا حكيت عنها؟ حكيت هيك بشكل شوي سريع، طيب. أعطيت مثل عن الناجحين. اوكي، هلا بنرجع بنعيد ونبلش شغل فيهم. أوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل قد الحضور مسجل عندي تقريبا 183 شخص مثل ما عم نشوف؟ قد ايه بيطلعوا؟ 15 اليوم؟ أغلبهم بعد ما بين عندهم على تيمز. شو اغلبهم بيطلعوا على الدقيقة هن؟ يعني انه ايش الحال؟ انا 6:30 رح بلش. 161 تلميذ عندي.
بس في حدا بده يبعت له اللينك، لانه في ناس بعدهم ما يمكن اخذوا اليوزر نيم. بعتوا له اللينك يا اختي، بعتوا له اللينك على الواتساب، بعتوا له. ايه يلا دقيقتين قولي له رح بلش. ده مرحبا دكتور، يعطيك العافية. أهلا. تعمل لي اكسبت لأنه ما قدرت فوت من التيمز. طبعا بعمل اكسبت للكل. شكرا يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يلا خليني بلش أنا وياكم. الساعة 6:31، رح أنطر بعد دقيقة بس. ما فيك يعني كل شوي هلأ بيفوت تلميذ بيرجع إلي عيد وما زبطت معي وما فهمتها، بيضيع الوقت كله سوا. خليني مازال بعد عم بفوت الطلاب، خليني أنطر بعد شي دقيقتين. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام، تفضل. لا بس ما عم بتاكد انه مش الحال ولا راح من عندي الانترنت. بس يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك.
انا اليوم بدي كتب باخر اكزامبل انا اعطيته عن اللوجيك كومبيوتيشن او الحوسبه المنطقيه للكمبيوتر. طبعا انا بلشت باكزامبل رح ارجع اعيده من اول وجديد. بتمنى تكونوا مصحصحين منيح عشان بدي اسالكم لاتاكد انه فهمتوا او لا. طيب بآخر مرة أنا أعطيت example كالتالي. على سبيل المثال أنا رفضت على الصف وكان معي مسابقتين، ماني عارف ناسي بالضبط شن العلامات. سألتني أحد الطلاب شو طمنا صححت المسابقات، قلنا لا. قالت لي نجحنا ولا لا؟ قلت لها لإلها ولرفيقتها كونه ما في عندي غيرهم بالصف، قلت لها انت وانت نجحتوا. طبعا تأكيدا على كلامي لازم هالطالب يطلعوا طالبتين ناجحين، عشان استخدمت حرف عطف معطوف على ما قبله اللي هو بشرط النجاح، انت وانت. طبعا هون استخدمت، برجع بقول، حرف الواو يلي هو حرف عطف بنقوله باللغة الإنجليزية and. جينا عطينا أول مسابقة، طلعت هالصبية ناجحة، ووزعنا المسابقة الثانية طلعت كمان ناجحة. في شيء أنا قلته غلط؟ أكيد لا، عشان أنا قلت لها أنت وأنت نجحتوا، إذا حكي 100% صحيح. طلعنا على صف ثاني، سألت نفس السؤال، كان في تلميذتين صححت المسابقات يا دكتور؟ قلت لها ايه. قالت لي شو؟ قلت لها انت وانت، يعني اثنينتهم طالبتين نجحت. بسط، اول وحده اعطيناها المسابقه ناجحه، ثاني وحده مهيره حالها انه تكون ناجحه طلعت ساقطه. سالتني الطالبه صدمت، كيف قلت انه انت وانت نجحتوا؟ يعني انت ما معك حق. قلت له مزبوط، انا بعتذر منك، انا قلت غلط. ليه؟ عشان انا شملت بالنجاح، عطفت على ما قبلها، انت وانت. لازم اذا ليكون معي حق لازم اثنينكم يكونوا ناجحين. انا عم بستخدم الاند او الواو باللغة العربية، يعني مثل ما فتت على اول صف كان معي حق 100%. هون التلميذه قالت لي لا يا دكتور، انت قلت لي انه نجحت، اعطيتني مسابقه ما سقطت. قلت لها بنعتذر، يعني انا حكي غلط. بالاند مثل ما عم تشوف قدامك رح اعمل تيبل اند اللي هو احتمالين، الرسوب رح اعتبره صفر والنجاح واحد، وهون رح اعتبر الرسوب واحد وهونيك صفر او بالقلب. جيت انا عم بقول انت وانت نجحتوا بالاند 1 اند 0، في واحد مش محقق الشرط، بيطلع عندي هون 0. 1 اند 1 اثنينتهم محققين الشرط النجاح، بيطلع عندي انه انا معي حق. صفر وصفر صفر، عندي صفر. اوكي، صفر وواحد، في واحد مش محقق الشرط، بطلع عندي زيرو. شو بدي اقوله هون؟ بدي اقوله بالان لازم اثنينتهم يكونوا محققين هذا الشرط. بيجي تلميذ بيقول لي ما صفر وصفر محققين الشرط، صفر وصفر وصفر شو بده يطلع لك؟ يعني اكيد صفر، ما في شيء، كله رح يطلع زيرو الا اذا اثنين حققوا الشرط اللي هي 1 اند 1 فقط، لا غير، ليطلع واحد. عشان هيك بقول لك تخيلها ان عمليه، تخيلها مش عمليه، عشان واحد ضرب صفر بيطلع صفر، واحد ضرب واحد واحد، صفر ضرب صفر صفر، صفر ضرب واحد صفر. اذا قلت لك تخيلها عمليه، مستحيل يطلع عندي واحد، لا اذا ضربت اثنين راح مثل بعض اللي هن 0 و 1. ف
فإذا الآن يجب أن يتم تحقيق شرط لأي أي شيء بديه. نحن عطي الكمبيوتر، نحن عطينا example اللي هو نموذج هيك من حياتنا اليومية، اللي أنا تلميذي قلت لي أنه أنت ما عم تحكي بشكل منطقي، قلت أنه أنت وياها ناجحة وعطيت من سبق بساطة، هيدي عملت الإكزامبل بحياتنا، جينا نطبقه على هالمسابقات أو جينا نطبقه على هالرقمين. فنحن بنعرف أنه الكمبيوتر ما بيشتغل إلا باينري أو نظام مزدوج، اللي هن مثل ما اتفقنا عليهم وحولنا بالمحاضرات اللي قبل، اللي هن بس الرقمين 1 و 0. فإذا بدي أقوله دكتور، أنه لو سمحت بس لخلص بسمعك، إذا اللي بدي أقوله أنه بالآند ما في إلا رقم واحد اللي هو اتنينتهم حقيقيين هذا الشرط شو ما كان نوعه، اللي هن ال 1 and 1 بيعطيني 1. أوكي؟ أما الأرقام البقايا اللي هن طبعا هيدا مثل فينا نقول الـ input، أوكي، هو دي الـ output اللي عنديون حتى ما تلميز يضيع. أوكي، هؤلاء الرقمين أنا حطيتهم عشان في حط 1 و 0 1 و 0 0 1 و 0 1، عشان هؤلاء الاحتمالات وهؤلاء اللي طلعوا لي هؤلاء الأربعة، عشان يا بدي أقول 1 ضرب 0 يا 1 ب1 يا 0 ب0 يا 1 ب0، ما في غير من هؤلاء الاحتمالات. إذن هيدي هي الآن، وبرجع بقول حتى ما تضيع إنه ما في شيء رح يطلع عندي equal to 1 إلا 1 and 1. عشان هيك برجع بقول نتخيل عملية ضرب اللي هن ما في شيء رح يعطيني 1 إلا 1 ضرب 1، والباقي كله رح يكون 0 ضرب 0 0 1 0 1 ب 0 0، ما في إلا 1 ب 1. تفضل اللي كنت عم تسأل. أنا تفضل انه بتصبط على الرسوب كمان، بس اذا قلت انا انه اثنينات انت وانت راسبين وطلعت وحده ناجحه ما من حق الشرط، بس اذا انا راسب وراسب يعني كانه الرسوب هو الواحد، صح؟ الرسوب هو الصفر، النجاح هو الواحد. اذا نحن مثلا افترضنا عن الرسوب، يعني قلنا لهم انه انتم راسبين، فالرسوب فينا نعتبره انه هو الواحد، واذا كان ناجح بيكون هو الصفر. لا، عكسيهم حبيبتي، عم تعكسيهم. انا هون قلت انه الصفر هو الرسوب والواحد هو النجاح. بالعكس. صحيح. دكتور، هي قصدها انه الشرط يكون الرسوب مش النجاح. مش هلا مثل ما بدك، هلا نحن عم ناخذ اكزامبل يعني اثنيناتهم يكونوا. هلا والله ليش اخذنا الواحد ناجح؟ ان شاء الله بتاخذيه جيد وسيء، ان شاء الله بيتاخذ طويل وقصير. هيك انا كان قصدي، ما خاص يعني، هيدي حسب المثل اللي نحن عم نعطيه حتى اقرب الصوره اكثر. اوكي دكتور. دكتور، واضحه الشغله ولا لا؟ نعم، تفضل. كل شيء واضح، ميرسي. بس من بعد اذنك، بس بدك تكتب كبر لنا الخط شوي بليز، بس حتى نقدر نكون عم نشوف بشكل اوضح. عشان انتوا عم تشتغلوا على التليفونات عم تطلع الصورة صغيرة، اللي هي الصورة تطلع مثل ما هي. معك حق، بس ما يعني حضرتك أدرى بالأوضاع، ممكن نجيب لابتوب. فينا نحن نعمل له زوم من عنا. عراسي عراس، مش الحال هلا. ميرسي كلك زوم. اوكي، شو كله تمام؟ مفهوم الوضع؟ مفهوم. حضرتك عم بتقول انه انت عم تعطي مثل النجاح لتقرب لنا الفكره، وهو اصلا 0-0 ما رح يعطونا نتيجه، بس انه وقتها بيكون في نفس الشرط حققته بتكون الحوسه بالمنطقيه. يعني 0-0 انت برايك شو بده يعطينا؟ لا، مش هيدا السؤال. لا اكيد ما رح يعطينا شيء، بس قصدي أنا إنه لتحقيق الحوسة بالمنطقية بدون يكونوا نفس النتيجة، ما هيك؟ صحيح، عشان بيكونوا اثنيناتهم محققين الشرط اللي هو الشرط لنقول A أو الشرط الواحد. أوكي. إجت رفيقتنا، يلا خلينا نشوف الشرح. اللي زعلت واللي أخذت على خطرها إنه
انت لما قلت لي انه انا ورفيقتي انا وانت انت وانت ناجحين، طبعا ما كان معي حق واعتذرنا منه. سألت لي يا دكتور انه انت كان فيك تقول انت او هي، انت او هي ناجحين، يعني رجعنا قلنا لها معك حق، رجعنا طلعنا من الصف، رجعنا فتنا. سألوا لي نفس السؤال، شو دكتور صححت المسابقات؟ قلت لهم ايه، انت او هي في حدا منكم ناجح وفي حدا منكم ساقط، انت او هي في حدا منكم ناجح. جينا عطينا اول تلميذه طلعت ناجحه، ثاني تلميذه طلعت ساقطه. قلت شي غلط؟ لا. ليه؟ عشان استخدمت او بيقولوا له باللغه الانجليزيه اور، يعني على القليل واحد يحقق شرط النجاح بيمشي الحال، على القليل يكون ان شاء الله بيكون 100 تلميذ ويطلع واحد ناجح بالاو ما يكون معها. عشان انا قلت ايه صححت المسابقات، انت وانت او انت او انت او انت او انت او انت او انت ناجح. يمكن يكون في شيء ثلاثة، يمكن يكون شيء أربعة، يمكن شو يكون شيء خمسة، ويمكن يكون في شيء ثلاثة ساقطين. قلت شيء غلط؟ لا، عم بقول او، يعني بالاو اللي بدي اقوله انه على القليل واحد ينجح عندي بالصف بيمشي الحال. عم بقول مش الواو، عم بقول او بقولوا له باللغه الانجليزيه اور. خليني غير الاند وحط اور، وراح امحي الاوتبوت اللي عندي اياه هون هون. يعني كلهم بيطلعوا 1 الا 0 و 0. هلا حبيت عم بشرح. لا، ما اذا بدنا ناجحين ما بيمشي الشرط. لا طبيعي طبيعي، انا بسمعكم بس خلص شرح. ما في، انا بعدني بقلب الفكره لو سمحت. بالأور إذا اتفقت أنا وياكم إنه على القليل واحد يكون محقق شرط النجاح، هات لشوف 1 أور 0 بيعطيني 1. ليه؟ عشان في واحد كان ناجح. 1 أور 1 بيعطيني 1. ليه؟ مش هيعطيني تو، بيعطيني 1. لا، في واحد على القليلة، على القليلة واحد محقق. ان شاء الله بيكون واحد، وان شاء الله بيكونوا كلهم. 0 اور 0 بيعطيني 0، 1 اور 0 بيعطيني 1. لا، في واحد محقق الشرط. اذا كلهم بالاور بيعطيني 1 ما عدا 0. 0 اكيد بده يطلع لي 0. اذا هي كليا بعكس الاند. شو عم بيصير هون؟ اللي عم بيصير كالتالي، انه بالاور على القليل يكون عندي واحدة من هالتلميذتين ناجحة بيمشي الحال. لو سمحتوا في حدا فاتح مين فاتح الميكروفون؟ طيب، اذا بالاور اللي بدي اقوله انه على القليل يكون في عندي واحد او يكون التلميذ محقق شرط واحد، شرط نجاح مثلا، يلي هو انت او رفيقتك. قلت شي غلط؟ انا لا، انت او هي حدا نجحته. كمان ما في اشكالية بهيدي الجملة اللي قلتها، يمكن يكونوا ناجحين كلهم ويمكن واحد منهم ناجح، ولا وحدة منهم ناجحين بيطلع صفر. انت ساقطة وهي او هي ناجحة، ما في اي اشكالية بيطلع معها. ما في اجي اقول مثل الان انت وانت ناجحين وفي حدا منه صائد. انا بالمنطق عم بقولها انت او هي، اعطيناها اول مسابقة لانها ناجحة، التانية قلتها صائدة. قلت شي غلط؟ ما قلت شي غلط. على القليل اذا بالاور بده يكون محقق واحد منه شرط النجاح. عشان هيك بقول لك تخيلها، برجع بقول مش هي، هي عملية تخيل، انها عملية جمع. 1 plus 0 بيطلع 1، 1 plus 1 اكيد ما في عندي شيء اسمه 2، عندي 1. 0 plus 0 بيطلع 0، 0 plus 1 بيطلع 1. إذن هيدي عملية اللوجيك أو الأور ستيتمنت اللي عم تتم استخدامها. هرجع عيدها حتى توضح أكثر. الأور هي الأو باللغة العربية. لما قلت أنا أنت أو هي نجحته،
يعني في تلميذ نهيئ حاله للرسوب او يمكن اثنينتهم، يمكن يكون انا ناسي، بس انا شو اللي بدي اقوله هون انه على القليل تلميذ واحد ينجح بكون معي حق انت، او ان شاء الله بيكون عندي 1000 تلميذ وعم بقول او 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 كذا الى اخره ناجح، يا هو يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا، والله لقينا من اصل 1000 تلميذ واحد ينجح. ما الك علي تلومني بولا كلمه، ما قلتش واو، قلت او. اذا على القليل يكون فيه نمبر 1 او يس اللي هي واحد، او بالنمبرنج اللي هي رقم 1، بيطلع عندي 1، بيطلع عندي 1 بكل شيء بالاور ستيتمنت ما عدا صفر، وصفر اكيد شو بده يطلع، بده يطلع صفر. اسئله؟ مين في عنده سؤال؟ اي نقطه ما فهمتيها حبيبي دكتور؟ هي ما فهمتك هيدي. ايه خليني اعيدها ارجع. بالاور ستيتمنت لازم على طول في يكون في عندي واحد محقق الشرط. انا في عندي شرط واحد وصفر، مجرد ما كان في عندي واحد وواحد بده يطلع واحد، بواحد وصفر في واحد ولا لا؟ في واحد، يعني بيطلع الاوتبوت واحد. صفر وواحد بيطلع واحد، صفر وصفر بيطلع صفر، يعني بالاور كل الاحتمالات صحيحة ما عدا زيرو اور زيرو اللي هي لا شيء ولا شيء، بده يطلع لا شيء. اوكي، اذا في واحد يكون بس محقق الشرط، وهون الواحد مثلا بتقولي لي مثلا هون واحد وواحد، ما انت عم تقول هيدي او هيدي، بقول لك صحيح، بس مجرد ما خلق عندي نمبر 1 اوتوماتيكي يعني هي 1. انا عم بعطي اكزامبل هون لقرب الصوره، برجع بقول اكثر، عشان هيك بقول لك تخيل عمليه جمع، اجمعهم مع بعض، مش بكره بالامتحان تجمع لي هم عم تقوم تحط لي اثنين مشطب لك عليه دغري، ممنوع يكون فيش رقم اثنين غيره. دكتور بدي اسالك يعني بالاند 010 بالاور 011 نعم يا حبيبتي، انت لازم تكوني كاتبيتهم. ايه انا كاتبتهم. الاند الاند 000 010 1001 1. شو الاشكاليه؟ ما فهمت. بالاند كله زيرو ما عدا ال1 اند 1. كله زيرو بالاند ما عدا الواحد اند واحد، يلي هن اثنيناتهم حقيقيين الشرط بيطلع معي حق، يعني ما فيها تلومني تلميذي. مش الحال ولا ما مش الحال؟ صعبين اللي ما فاهمه يخبرني. دكتور عندي استفسار لو سمحت لأتأكد اني فاهمه صح، يعني بالاند بدون يكونوا اثنيناتهم مثل بعض ليحققوا الشرط الخاصة بالمنطقية، بينما بالاور بده يكون في لو جزء من المعادلة محقق هيدا الشرط. لو واحد بس على اللي يكون في واحد محقق هالشرط بيطلع واحد. ايه صحيح. ماشي الحال هون؟ صعبين؟ تو هون؟ لا تمام. دكتور في اسألك بس؟ اسألي. سوري، هلا فهمت كل شيء، وبالنسبة انه يعني at least one of them بده يكون محقق بالاور. طب كيف اخذنا البلس طالما ما فينا نجمع ال1 وال1؟ يعني اوكي ما فينا نجمع نحطه، بس فينا نحط يا 1. انا بنفع بقول انا قد ايه حطيت هيك خطين، قلت انه تخيلها، شددت على انه تخيلها حتى ما تغلط. هي هي 1 و 1 شو بده يطلع لك 2؟ ليش في عندي انا بالباينري شو الاشكاليه لك؟ خلص في اعتبر انه at least 1 وممكن الاثنين، مش ضروري اعتبرها بلس كل الامرار احسن ما تضيع 100%. طيب صح، ما انا ما شددت
ملاحظات حتى ما تضيع، وقلت هلا بكره اكتب لي اياها بالامتحان الاثنين. انا عم برجع بقول هي مش بلاس، هي عم تخيلها. رجعت انا شددت عليها 4 مرات تخيلها عمليه جمع حتى ما تضيع. بدي اسال تفضل. سناء شعلان. ايه دكتور؟ وان اند وان اند ذن وان وان اند زيرو زيرو اند اند. لو سمحت وانا عم بسأل تلميذ، لو سمحت وانا عم بسأل تلميذ عم بسأله لقلو بكون وان اند زيرو يا سناء اديه 1 and 0 1 حقيقي في اثنين رتول محققين الشرر. برأيك 1 and 0 انت وانت ناجحين بيطلع، وعطيت مسابقة ساقة بيطلع معي حق ولا لا؟ لا اثنين رتول ناجحين صح؟ ما في الا اثنين رتول ناجحين بيطلع 1 والباقي كله 0. إليانا حصون. إليانا دكتور إيه؟ زيرو عن زيرو. زيرو. زيرو أو وان. وان. بكتفي بهذا القدر. خلصنا بالنسبة ل. في تلميذ ما بعرف مين هو، ما بعرف منه أو تلميذة بيبعت لي على الواتساب إنه دكتور شن ال الكور عند النبيل، يا ريت بتجاوبوا إذا الكور عند النبيل. بتمنى اللي عم يسألني بالمكتب مكتب النبيل وينه الكور؟ بالمكتب. بالمكتب. في معنا يا PDF. احنا معنا يا معنا يا PDF. ايه عم قول معنا يا PDF. معكم اياه موجود على الفايلز يا اخوان، التلميذ اللي بعده ما حضر محاضرات يحضرهم، موجود بالفايلز وبيقدر ينزله، بتحب يطبعه يروح يطبعه. بس انا كل الشغل اللي عملته كان ما دفع تلميذ مصاري بهذا الوضع. يلا خليني نكفي، راح ارجع انتقل للكور ونبلش بالكور انا وياكم. انا اذا بهذا البارت صرنا نقدر نحول من الميجا كيلو إلى آخره، صرنا نعرف نحول من باينري لدسيمال، من دسيمال لباينري، من باينري لهكزا دسيمال والعكس صحيح، إضافة إلى لوجيك كومبيوتيشن اللي هن الأند والأور. طبعا في عنا عدة، في عنا غير لوجيكال كومبيوتيشن اللي هن المات والإكزور وكذا، بس أنا بكتفي بالأند وبالأور. على كل حال رح فوت على الفايل تعول الكور، أعطيت بعتقد أول بارت منه يلي هني عن الأنالوج كمبيوترز والديجيتال كمبيوترز. خليني بس شوف وين حاطوا الفايل. طبعا أنتم موجود عندكم بالفايلز كلاس ماتيريالز، موجود هو ذاته الفايل. هذا البارت انا تقصدت حل في كثير اعمال عشان يا اخوان هذا ما في يحطه انا بكور، هذا بدنا نطبق مثل ما طبقنا عليه واخذنا محاضرتين ثلاثه هذا الموضوع، ما انه الامور حفظ يعني. انا ما في كبه هيك للتلاميذ والله روح حفظهم بالبيت، ما بيمشي الحال يعني. هذا البارت هو يعني ما اقدر تحطه بالكور اكثر ما هو لازم انه لا بده شرح وبده تطبيق اكسرسايزز. هذا البقايا ما حيكون في عندي حال من هلا لنخلص الكورس، والا يعني ما في عندي الا بهوده والباقي كله حفظ. طيب كنا باخر مره انا اعطيت، بتذكر خليني لاشوف وين اعطيت اخر شيء.
حكيت وقتها عن مميزات الحاسب الآلي، مظبوط ولا لا؟ وحكيت عن أنواع الحواسيب إيه اللي هن الحاسبات الرقمية والحاسبات القياسية. هلا بدي أحكي. أوكي، بدي أحكي عن أنواع الحاسب. لكم يا أخوان. هلا هون بهذا الكور كتير سيمبل، ما في شيء، وبعتقد حتى هو سهلين يعني. تنزل تابع معي أو تنزل ما تابع وحضر الفيديو بيقدر يعني يفهمون، بس أما يكونوا مطبوعين رح يطلع لإلاقي 1 و 0 وهيك زي رح يبينوا عنده سنسكريتي، فلا بينحفظوا ولا شيء، فبدو يحضر المحاضرات. التلميذ ما قدر يطلع معي أونلاين، بعتقد حلينا من كل عمل بعتقد شي 7 أعمال، مع هذا اللي حليتهم أنا ومع هذا اللي حليتوهم أنتوا بعتوهم. على كل حال، اللي بدي بلش فيه اليوم اللي هو أنواع الحاسبات. أنواع الحاسبات عنا بدي أحكي حسب الحجم. في عندي أحجام كتير كبيرة وصغيرة من الكمبيوترات. في عندي أكبر شيء الحاسبات العملاقة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية السوبر كمبيوترز. بيرجع الأصغر منها عندي الحاسبات الكبيرة، عم بنزل نزول هون، وعندي الميني كمبيوترز أو الحاسبات المتوسطة، وعندي الحاسبات الدقيقة اللي هن المايكرو كمبيوترز، وفي عندي أنواع تانية اللي هي محطة العمل وحاسب التحكم. أنا بهمني هلأ طبعا هوليك بدي أمرق عليهم، بس بهمني أول 4 أنواع. إذا عندي السوبر كمبيوترز، عندي المين كمبيوترز، عندي المايكرو كمبيوترز. شو في فرق بيناتهم وخبرنا عنه. رح بلش بأول نوع اللي هن الحاسبات العملاقة. أنا رح كبر شوي هيك الصورة حتى تبين عندكم. مثل ما عم تشوف هيدي سوبر كمبيوترز، إذا شايف عندي هون هذا كله كمبيوتر، وحتى في جزء كتير كبير مش مبين منه، يعني بيجي قد الغرفة. لكن هيدا وين موجود هيدا الكمبيوتر؟ مين بيستخدمه؟ هيدا يا أخوان موجود حبيبتي بدك تعملي ميوت للمايكروفون. طيب اذا السوبر كمبيوترز هي ما يعطي من المعروف بالحاسبات العملاقة اللي هي حجمها كتير ضخم، اضافة الى شغلها كتير كمان ضخم. بأول نقطة هي آلات سريعة جداً ولديها القدرة على تشغيل عشرات البرامج في نفس الوقت، وبتخزن مليارات الأحرف في الذاكرة، ويستخدم لهذا الهدف أحدث تقنيات التكنولوجيا. طبعاً هذه الكمبيوترات ممكن أعمل نتورك واستخدم عشرات وبالمئات من الأجهزة تاني مربوطة فيها، يعني يكون عامل مثل شبكة أو نتورك كلهم مربوطين فيه لهذا الجهاز. وهيدي الأجهزة كلفتها كثير غالية وتتخطى أكثر من عام 15 و20 و50 مليون دولار. طيب هيدي وين بتستخدم؟ مين بيستخدمها؟ أنا بقول لك وين. أول شيء مثلا شركة السيارات الضخمة والمراكز التصنيع يلي بتشوف إنه الأجهزة عندها بتقدر مثل جهاز الكمبيوتر بيصنع أكثر من 500 سيارة بالنهار. ليه؟ هيدي عنده هيدا الكمبيوتر عنده قدرة هائلة على الحوسبة. إضافة هيدي بيستخدموه بالمصانع، والمصانع اللي بيصير فيها التطبيق مثل معامل السيارات وغيرها من الأمور. إضافة إلى ذلك إنه بالولايات المتحدة موجود منه. ليه؟ على سبيل المثال هيدا بيكون مركزي للدولة، يعني كل الأبحاث بتصب بقلبه، بحفظوها بقلبه، أكانت بحوث علمية أدبية إلى آخره، أكانت من الجامعات أو المراكز البحثية، كل الداتا ضخمة جدا 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 جدا. عم تحكي مثلا بأمريكا في عندك مئات وألاف الجامعات ومساحة كتير كبيرة بتعرف من ولاية لولاية، كلهم هودي وين بيصبوا؟ بالمركزي. هلأ المركزي ما بعرف وين كل هيدي الأبحاث اللي عم تطلع أو هذه المعلومات داتا المختبرات إلى آخره،
موجودة بهذا الكمبيوتر العملاق اللي هو تابع للدولة. إذن تستخدم فقط في مجالات البحوث العلمية الحكومية والجامعات وفي المراكز الصناعية التطبيقية. النوع الآخر اللي هو بيسموه المين فريم أو الحاسبات الكبيرة، كمان مثل ما عم تشوف عندي هون على الصورة، ما بعرف إذا مبينة، خليكم معي شوي. كمان مثل ما عم تشوف المين فريم، نحنا الحاسبات الكبيرة عنا منهم بالجامعة اللبنانية، لكن مش بالكلية اللي نحنا فيها، بالإدارة المركزية. كل الداتا تاعيت الطلاب، رقم ملفاتهم، علاماتهم إلى آخره، منذ تاريخ تأسيس الجامعة اللبنانية موجودة بهيدي الكمبيوترات، يلي هي كمبيوترات عندها سعة هائلة. انت بتعرف مثلا نحن سنوية عندنا 83 ألف طالب، على مدار 50-60 سنة قدي مرق طلاب، على قدي في عندنا نتائج، قدي عندنا ملفات، وقدي عندنا داتا لأساتذة وموظفين وإلى آخره، كلهم هودي نحن موجودين بالإدارة المركزية، حاطينهم بغرفة ضخمة اللي هي على المتحف. هودي فقط للإدارة المركزية اللي أنا بجامعة اللي بسموها المين فريمز. أول نقطة أهميتها، تمتاز بسرعتها العالية جدا، مقدرتها على خدمة مئات المستخدمين في الوقت نفسه. ليه؟ أنتوا عندكم بالكلية يعني في عملية ربط بين، هلأ ما حكي عنها، بين مثلا أنا لما تصدر العلامة وإجي أنا وأقع عليها، طبعا في المكنه اللي عندنا بالكمبيوتر بالكليه تاخذ العلامه بتدخلها على الكمبيوتر، وين بتروح نسخه اوتوماتيكيا بتنزل من عندك من الفرع لوين، على الاداره المركزيه على هودي الكمبيوترات، بتنزل علامتك عليهم مباشره، بيقول لك انه خلص تم ترحيل العلامات. ترحيل العلامات الى اين؟ ترحيل العلامات على الاداره المركزيه. فإذا هي عم تربط مش بس عندك بالفرع الخامس يعني بكلية الآداب، كمان بالصحة بالهندسة موجودين بالشمال الكليات. إذا هيدي هي معناتها قدرتها على خدمة مئات المستخدمين في الوقت نفسه، عشان بيكون مثلا وقت تطلع النتائج كل الكليات تكون عم تصدر نتائج وعم ترحل علامات لوين، عم ترحلون على الإدارة المركزية. نقطة الثالثة، تملك سعة تخزين عالية. طبعا مش انه والله عنا هالاعداد الهائلة من الداتا نحنا، وكل شوي ما نغير كمبيوتر، يعني هون مش حط له فلاش ميموري يعني 4 جيجا و10 جيجا وما بعرف قديه 1 تيرا، نحنا عم نحكي بداتا ضخمة، ما في كل شوي اتكل انه بعد عندي سبيس هالقد وهالقد. ليه؟ عشان نحنا ما بنعطي الهم هذا الموضوع، عشان هيدي بتخدم مئات السنين بالقد ما الكاباسيتي تاعتها كتير كبيرة. النقطة الرابعة، ترتبط هذه الحواسيب غالبا مع طرفيات، طرفيات اللي هن الكمبيوترات اللي معمول كونكشن عليهم، ويمكن استخدامها في الشركات الكبيرة طبعا والجامعات. وهذا هو يعني بعتقد الشرح واضح. الحاسبات المتوسطة هي أصغر منها مثل ما عم تشوف بالصورة عندي هون، هيدا كله يعتبر حاسبات متوسطة. وين موجود هذا؟ مثلا انت لما نزلت اخذت سيس كود او وصل الليبون بوست، ما بعرف في هو المسؤول عنا اللي عنده هذا الميني كمبيوتر، هو عبدالله سيس عبدالله الغوطة بعتقد، اللي هو كل الداتا عنده الى اخره، اضافة انه هو بوزع الانترنت لكل الموظفين، وكل الداتا من عند الموظفين عم بحكي عندكم بالفرع ومثله ومثل باقي فروعه، في طرفيات او كمبيوترات تانية عاملين كونكشن عنده، فهو ممكن يعني كل الداتا مثلا بقسم العربي بقسم علم النفس، في كل قسم في موظف، كل الداتا اللي بتروح دغري بيرحلها لعند عبد الله. عبد الله عنده هذا الحاسبات المتوسطة. عبد الله لوين بس لخلص بيبعث على المين فريم تبع الإدارة المركزية. هيدا مش مثل كمبيوتر انه ما تفكروا ديسكتوب، لا هو هذا كبير يعني حجمه كمان كبير، يعني قد ربع غرفة مثل ما عم تشوف عندي على الصورة. لكن هي هدفها كالتالي، اقل حجما وقدرة تخزين وسرعة
التشغيل من التي قبلها طبعا أصغر وأقل عنده سرعة من المين فريم مناسبة للاستعمالات للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وفي عمليات التحكم الصناعي واتصالات المعلومات تحتاج عدد لا يتجاوز 8 أفراد تقريبا للعمل عليها تقريبا عندنا بين 8 أو 9 أقسام كلهم عاملين كونكت على هذا المين فريم الميني كمبيوتر عفوا أو الحاسبات المتوسطة عاملين كلهم كونكت عليه إضافة إلى ذلك من هو أقل كلفة يعني هو صحيح أغلى من الكمبيوترات العادية لكن أقل كلفة من الكمبيوترات اللي عم تحكي هوليك يعني مين فريم بعتقد بلش من $250,000 وطلوع هيداك السوبر كمبيوترز بتحكي $5-6 مليون يمكن توصل $100 مليون ما بعرف قدي يكون أسعاره بس بالملايين دولارات فهيدا $5,000-4,000 هيدا هو الحاسبات المتوسطة أما الحاسبات الدقيقة يلي هي اللي عم بشتغل عليها هلأ أنا واللي بتشتغل عليها أنت اللي هني بسموهون المايكرو كمبيوترز أو ما يسمى إضافة إن اسمه بيرسونال كمبيوتر أو الكمبيوترات الصغيرة طبعا شو ما كان نوعا لابتوب أو ديسكتوب هيدا للكمبيوتر شخصي هو أصغر أنواع حجما ذو قدرة تخزينية محدودة تسمى بالحاسبات الشخصية أو المنزلية النقطة الثالثة تؤدي الأعمال الغير معقدة وعامة الغرض النقطة الرابعة تعتبر أرخص الحاسبات لا يمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص واحد طبعا عشان هيك اسمه personal computer ما فيه هلأ أنا عم بشتغل ويجي واحد تاني كمان يشتغل لي على الكمبيوتر تعودي ما هو لا شخص واحد اسمه personal فإذا هودي بشكل عام هودي الأربع أنواع هلأ طبعا محطة العمل هيك بتقروها محطة العمل مثل الورك ستيشن قريب الميني كمبيوترز هذه بيستخدموها كمان بالمختبرات وبالمجالات الهندسة يعني بيكون في أكثر من موظف وعندنا حاسب التحكم هودي بس للقراءة أوكي اللي هي أكثر شيء بيستخدموه بالسنترالات وبمراكز الاتصالات أوكي بالإضافة بتلاقي كمان حتى مثلاً بالطيران أكان طيارة حربية أو طيارة مدنية في عنا شيء اسمه حاسب التحكم عشان هيك بنقول وسائل نقل الطائرات والسيارات لإصدار إشارات تنبيه في حال وجود خلل أو عطل أو إلى آخره هي بتكون قطع إلكترونية فأنا بدي بس تركز لي على الهودي الأربع الحاسبات الدقيقة متوسطة الكبيرة والعملاقة مكونات الحاسب أول شيء أخوان عندي مكونين أساسيين للكمبيوتر أو ما يسمى بالمكون المادي ليش اسمه مادة اسمه بقولوله باللغة الإنجليزية هاردوير أي كل شيء ملموس وعندي مكون غير ملموس هو البرامج بقولوله سوفتوير إذن المكون المادي شيء بقدر أمسكه بإيدي هذا بنقوله هاردوير هارد أسي أما المكون البرمجي هن البرامج مثل ما أنا من عم فاتح على الباوربوينت مثل ما عندي تيمز مثل ما عندي أبليكيشن خاصة بالإيميل مثل عندي هون منزل الواتساب عندي عدة أمور هودي من قلهم برمجيات هودي من قلهم سوفتوير أما المكون المادي هو كل شيء شيء ملموس مثل شو شيء ملموس هاردوير هاردوير مثل السي دي روم طبعا اللي بتقرأ السي دي هيدا بقول له هاردوير عندي الماوس هو هاردوير عندي اللي فرجيتكم عليه النتورك كارد او كرت الشبكة هو هاردوير عندي المادر بورد رح نتمرق معنا او لوحة التحكم هي هاردوير عندي الكيبورد هو هاردوير عندي الرام هي هاردوير عندي الروم هو كلهم رح نمرق عليهم هو هاردوير اذا هودي هن المكونات المادية لمين؟ للكمبيوتر عشان بعد شوي او المحاضرة الجاية بده يمرق المكون المادي للشبكة هون بعدنا عم نحكي المكونات المادية للحاسوب اذا انقسم المكونات المادية الى قسمين المكون هاردوير والسوفتوير او المادي او والبرمج منبلش انا وياكم بالمكونات المادية
تقسم المكونات المادية إلى خمسة أقسام: وحدة المعالجة المركزية أو بيقولوا لها processing unit، وحدة الذاكرة، ووحدة الإدخال أو بيقولوا لها inputs أنا شو عم دخل، وحدات الإخراج شو بتطلع لي، وعندي storage unit أو وحدات التخزين. أود رح أمرق عليه هون. إذن هودي الخمسة هلا بدي أمرق عليهم وفصلهم واحدة واحدة. شو يعني وحدة المعالجة المركزية؟ ما بعرف. وحدة الذاكرة كمان ما بنعرف. وحدة الإدخال يعني شو؟ وحدة الإدخال أنت عم تدخل شيء على الكمبيوتر. وحدة الإخراج يعني شو بيطلع للكمبيوتر. وحدة التخزين يعني في عندي أنواع، عندي وحدة تخزين أساسية اللي هي قديه بيساع الكمبيوتر وشوين هذا، أو قديه بيساع التليفون اللي هو هون بكون عم بحكي عن الهارد ديسك بالكمبيوتر أو بالميموري أو الانترنال ستورج للتليفون. هيدي بيقولوا له أساسية. هلأ جايب فلاش ميموري، جايب ميموري كارد، ما بيهمني، عم نقول وحدة التخزين. هودي رح أمرق عليه وأرجع أمرق على الصورة باللون الأزرق. رح بلش أنا وياك. أنت من أول ما فتت يا دكتور بلشت لنا الحوسبة، الحاسوب عبارة عن رياضيات، والرياضيات هي العلوم المنطقية. الكمبيوتر بيشتغل واحد وصفر وصفر وواحد، طوشنا فيه. مين هو هذا المسؤول عنه؟ العمليات الحسابية أو العمليات الرياضية؟ في عندي شيء اسمه وحدة المعالجة المركزية، بقولوا له باللغة الإنجليزية Central Processing Unit. مثل ما عم تشوف عندي هون على الصورة، هيدا هو Central، هي chip صغيرة بتركب بقلب المذربورد أو بلوحة الكمبيوتر الداخلية. هيدي مسؤولة عن كل الحسابات الرياضية، يعني هي قلب الكمبيوتر، هي كل شيء بالكمبيوتر، هي مسؤولة عن كل حركة بالكمبيوتر، من إلا Central Processing Unit أو وحدة المعالجة المركزية. إذن من المسؤول؟ رح أقول لك من المسؤول. إذن هي بشكل عام هي مسؤولة، في بارت صغير فيها مسؤول كمان عن الرياضيات، اللي هي كل الأمور الحاسوبية بصير. أول شيء وحدة المعالجة المركزية مقسومة، هالشلات شيب هاللي شايفها مقسومة إلى قسمين. القسم الأول وحدة التحكم، اللي هي لتقدر تتحكم بجهاز الكمبيوتر. وعندي وحدة الحساب والمنطق، أو بقولوا لـ Arithmetic and Logic Unit ALU. إذن كل هود اثنين بالتحكم، التحكم وحده، هود كلهم ضمن تشيب وحده. بتجي قد ايه بدي اقول لك، هي يعني حجمها يعني مثل صغير، يعني مثل ما شايف، يعني بتقعد واضحه الصوره هون، اتحب اصغر من حبه الشوكولاته يعني. فهيدي هيدي السي بي يو، اختصار للسي بي يو هي سنترال بروسيسنج يونت، هي بيختصروها سي بي يو. هيجي اذا مسؤوله عن الحساب والمنطق، وإضافة إلى التحكم. هلأ هي إلى شغلتين جوا، من وحدة التحكم ومن ضمن، وكمان الجزء الآخر اللي هي ضمن هيدا الشيب الصغيرة، وحدة الحساب والمنطق اللي هي الأند والأور اللي عطيتنا إياهم. هيدي مسؤولة عنا إيه الباينري والدسيمال وكيف بتحول كل شيء، كل شيء هيدي مسؤولة عنا. طب شو وحدة قياسها؟ وحدة القياس بيقسوها بالميجا هيرتز، او بيقولوا له MHZ. هيدي سرعه السي بي يو بالحسابات. على سبيل المثال خليني اخذ اكزامبل بسيط عندي على الكمبيوتر. راح فوت على الكمبيوتر على البروبرتيز عندي لشوف قد ايه عندي سرعه السنترال بروسيسنج يونت. Central Processing Unit عندي إياها 1.70 جيجاهرتز. هلأ طبعاً الميجا هرتز جيجا هرتز بتختلف من موديل لموديل، طبعاً ما بقى في ميجا، ميجا صغير كتير، بس هون عندي إياها CPU 1.70 جيجاهرتز.
حد الأقصى بيشتغل على 2.40 جيجا هرتز. إذن بالH Z يلي هون عم نحكي نحنا بالفريكونسي إذا تذكروه من أيام ببرفيل. إذا ما منا ننسى تعريفه، أهمية وحدة المعالجة المركزية هي قلب الكمبيوتر، هي مسؤولة عن العمليات الحسابية، عندها عمليتين تشتغل عليهم أو تشتغل على نقطتين، هي واحد كنترول يونت أو واحدة تحكم، والأرثمتك أند لوجيك يونت اللي هي الحسابات الرياضية والمنطقية، إضافة إنه سرعتها تقاس سرعة مين؟ سرعة السي بي يو أو السنترال بروسيسنج يونت، وهي بالميجا هرتز أو بالجيجا هرتز، أو فيك تحط اتش زاد يعني. ميجا جيجا ما هذا تفصيل تاني بس هي بالهرتز اوكي اللي هي الفريكوانسي بتاعتها. طبعا السرعه بتختلف حسب قوه السنترال بروسيسنج يونت وقد سرعته بالحسابات. بدي هون طبعا السي بي يو هو مكون مادي طبعا لا في امسكه بايدي اوكي. كمان هلا رجعت لانواع الذاكره عم نحكي عن المكون المادي اللي هو بيجي بهذا الشكل. خليني اكبره شوي حيكبر معي. في انا فوت لهون يعني رام بالضبط حتى افرجيكم صور اوضح معي. انتو يا اخوان ولا نمتوا؟ هل تكون عشتوا؟ ايه دكتور ما لا دكتور ما دكتور عم نسمع صال 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 قل انتو عم بتفتش على هاي. انا معك 100% بس عم حاول قارن بين الانجليش والعربي على المصطلحات. لا ما واضحين واضحين ما لا واضحين واضحين يعني. صح 100% سهلين جدا دكتور لو سمحت فيني في اسم في هون انتل لا شو هي لانت حطيت انت بالسي بي يو كان مكتوب حدهم انتل. شو هي الانتل؟ الانتل شركة المصنعة في عنا شركة في عنا شركة الاي ام دي هو شركة الانتل هو بيصير في عطول هن التنافس بالسنترال بروسيسنج يونت خاصة كمان شركة الانتل هي شركة امريكية والاي ام دي شركة امريكية هو اثنينهم الشركات المصنعة. بس ما بعرف ليش الجوجل مش عم تطلع عندي ثاني بس كم بدي فرجيكم على الرام. ما بعرف في اشكالية غريبة ما بعرف. المهم الرام هو مثل الكارت مثل ما عم تشوفوا هون. خليني اكبركم اياه. هيدا بيعلق بقلب المذر بورد قول له مطرح بينشك فيه. بدي احكي عنه بدي تركيز وما بدي حدا يحكي عشان هيدا بضيع وما بعتقد حدا رح يشرح لك اياها عشان حتى في اشخاص وكذا مش بعضهم بيغلطوا بالرام. افرجيك شيء الرام واحكي انا وياه. الرام موجودة بالتليفون والرام موجودة بالكمبيوتر. الرام اختصار لكلمة random access memory أو ما يسمى بذاكرة الوصول العشوائي. على سبيل المثال أنا هلأ فاتح أكثر من شغلة هودي مين عم بيتحرك؟ الرام. الرام هي تخيل معي أنا معي رام 4 جيجا بايت. رح أعتبر الأربعة جيجا بايت هي طاولة أنا قاعد عليها أوكي طولة لنقول 100 سنتي بمية سنتي طول وعرض. هالطاولة هيدي اللي قاعد عليها كم كتاب بقدر أفتح؟ بقدر أفتح عليها 3 4 5 6 7 كتب خلينا نقول. ممتاز. إذا فتحت كتاب 9 أو 10 بدي يوقع على الأرض. هون بيقول لك تلت التليفون تلت الكمبيوتر. ليه؟ عنده قدرة مثل هالطاولة هي المساحة المتاحة لأقدر أفتح عليها مثل مفاتح صفحة
انترنت وسافر في اداب وفاتح التيمز وفاتح اللي عم تشوفهم هون قدامك. هودي عندي قدافي عندي قدره انه اقدر اتصفح حاليا انا وهلا بنضربي وحده فاتح انا 100 مليون شغله. اذا بتفوت على تليفونك اذا بتفوت على تليفونك هلا بتفوت على السيتنجز. هلا انا معي تليفون سامسونج. بفوت على شيء اسمه خليني device maintenance أو battery and device care بقلب settings. إذا اللي بتمنى اللي عم بجربها يجربها رح يلاقي في شيء اسمه memory. هيدي الميموري أنا عندي هلأ على عم بقيس قدام عم بفتح هلأ فاتح كذا شغلة أنا على تليفوني حتى بين انه انا مستهلك حاليا تليفون الميموري تعوته عم بحكي عن الرام كتب لي رام بلس فيرتشوال ميموري مستخدم 2.9 من اصل 4 من الحد الاربع يعني تقريبا مستخدم 3 جيجا بايت بعد معي 1 جيجا بايت فاتح كذا شغله. اذا بعمل كلين ناو او بسكر كل هودي انا اللي فتحهم حاليا رح تنزل الرام. ما بعرف مين اللي عم بيشتغل معي على التليفون رح يلاقي انه انا كنت مستخدم شيء هلا بعد ما سكرت نزل. انا مثلا نزل هلا صار عندي كان 2.9 هلا صار في عندي 2.1. فاذا الرام هي المساحه اللي انا بقدر هلا حاليا اشتغل عليها. اضافه بنقول عنها فولاتايل. شو يعني فولاتايل؟ احنا بالكيمستري بنقول عن السبيرتو فولاتايل. فولاتايل يعني بطير، يعني بكب السبيرتو على الارض بطير. هيدي كمان بتطير بس مش علاقتها مش بالسبيرتو، بالفولتج. يعني طول ما في كهرباء بيضلوا الصفحات اللي فتحها حاليا اللي فتحوا لكم اياها قدامكم كالشغل اللي عم شغله كمبيوتر موجود. اذا قطعت الكهرباء طفى الكمبيوتر راحوا هالصفحات. عشان هيك جاي من كلمه فولاتايل فولتج، اي بتتاثر تاثير مباشر بالكهرباء. هيدي بتحفز بشكل مؤقت الاشياء اللي فتحهم انا من صفحه وورد لصفحه ادوب لصفحه الانترنت لا 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 الى اخره. هن الشغل اللي انا عندي اياهم حاليا على شاشه التليفون او على الديسكتوب. هيدي هي شغله الرام. الرام ما اسمها ذاكرة الوصول العشوائي. بدي اوصل لهيدا الفايل وبدي افتح هيدا الفايل وبدي نزل هيدا الفايل وفاتح بعمل داونلود وما بعرف شو. هيدي هي مين بيكون كله هلأ حاليا عليها لذاكرة الوصول العشوائي. اذا بفصل هلأ الكمبيوتر او بطفي ما بقى في شيء على ذاكرة الوصول العشوائي، او بقطع الكهرباء عنا او بشيل بطارية التليفون اذا هيك عم سوي رح يروح كل الصفحات اللي فتحهم حاليا. عشان هيك منقول انه تفقد محتواها بمجرد ايقاف تشغيل الجهاز. تستخدم للاحتفاظ المؤقت بالبيانات اثناء العمل على الجهاز والملفات القابلة للتغيير او الكتابة عليها. هي الذاكرة للمستخدم يمكنه التعامل معها وتعديل بياناتها. طبعا بعدل بياناتها اي فايل بدي شيله اي مطرح مثلا هاي بدي سكرها بدي سكر التيمز بدي الى اخره. هم بكون عم خفف عنا عم بعدل عليها. اذا هيدي هي الرام او بقولوا له random access memory او ذاكرة الوصول العشوائي. بينما الروم هي نوع اخر او نوع تاني من الكروت، كمان شكلها مثلها بس اصغر منها. هودي كلهم بنحطوا بقلب المادر بورد او بلوحة الام رح اتطرق عليها انا بعد شوي. الروم هي جاي من كلمة read only memory اي ذاكرة القراءة فقط. شو اهميتها هيدي؟ هيدا النوع من انواع الذاكرة. يعني انا لما نزل الويندوز بينزل بعض الفايلات اللي خاصة بتقليعة الكمبيوتر. انتين بتشتغل اول ما دور الكمبيوتر لحاله بيعطي امر الروم انه تفضل عم بستخدم مثلا الاندرويد او عم بستخدم ويندوز او عم بستخدم كذا ليقلع هذا البرنامج. اضافة تحتفظ بكل البيانات مثلا الساعة والتاريخ والوقت. ليه مثلا هلا اذا طفيت الكمبيوتر الساعة 7:27 مثل هلا ودورته مثلا بكرة الساعة 5 رح لاقي الساعة صحيحة. ليه؟ احتفظ باخر تاريخ.
خليني أنا وياك أقرأها. إذن ذاكرة وإضافة إلى ذلك الكاباسيتي أو الساعة تعيتها صغيرة كتير، يعني بينزل فيها بس فايلات صغيرة مخصصة لتقليع الكمبيوتر وللساعة وللوقت، ما بينزل عليها كتير إشي، إضافة أن أنت ما بتقدر تعدل عليها ولا شيء، هودي بينزلوا أنت عم تنزل النظام أو الأوبريتنج سيستم اللي رح يرجع يمرق معنا، نظام التشغيل، نظام التشغيل مثل الويندوز. أنا عم استخدم ويندوز 10 هلا على تليفوني، عندي اندرويد، اندرويد يعني ال تايب اوف سيستم اللي عم اشتغل عليه او تايبس اوف سوفت وير اللي عم اشتغل عليها. سوري ما بقول له سوفت وير، هي سوفت وير اوبريتنج سيستم او نظام التشغيل اندرويد اللي عم معه تليفون، ايفون، اي او اس، ايفون اوبريتنج سيستم. فاذا هودي كلهم ضمن الاوبريتنج سيستم، هيدي الفايلات بتنزل انا مخصصه انا بقدر اعدل عليها. عشان هيك بنقول انه هي ذاكرة القراءة فقط. اثنين، تفقد محتوياتها عند ايقاف تشغيل الجهاز. نقطة ثالثة، تحتفظ بالبيانات الاساسية التي يحتاجها الجهاز لبدء التشغيل والغير قابلة للتغيير، مثل المعلومات وحدات الادخال والاخراج المتصلة بالجهاز وملفات نظام التشغيل. لا يمكن تعديل بياناتها الا من قبل مبرمجين متخصصين. طبعا الروم بالرب بقول انت ما بتقدر تعدل اي بيانات، وممنوع ما بتقدر اساسا تعمل اي شيء فيها، بده واحد متخصص على المزبوط. هيدي بينزل فيها البيانات الاساسيه اللي خاصه بالاوبريتنج سيستم او بنظام التشغيل لجهاز الكمبيوتر، تتحرك مباشره اول ما تدور الكمبيوتر لتعطي امر ل يقلع البرنامج الويندوز او يقلع البرنامج الاندرويد. مثل ما حضرتك اول ما تدور تليفونك يكون طفي، هو دغري بس اول شيء بيوصل له الكهرباء، بتعطي دغري امر بتقليعة الاندرويد ليقلع التليفون. فاذا هيدي هي الروم. الروم برجع بقول هي ذاكرة قراءة ما بتحفظ، هي بس هودي الداتا اللي عليها، هي ذاكرة القراءة فقط بس بتقرأ، ولا تفقد محتواها عند إيقاف الكمبيوتر، ما خاصة بالكهرباء. عشان هيدي نازل فيها فايلات محفظة بقلبها، وتحتفظ بالبيانات خاصة بالنظام التشغيل، إضافة لا يمكن التعديل عليها إلا من قبل متخصصين. عشان هيك نحن الروم ممنوع حدا يشتغل فيها، أي شغلة غلط بالروم بيوقف الكمبيوتر كليا، يعني خلص يعني بده بصير بده قطعة تانية. وضحت ولا ما وضحت دكتور؟ بس سؤال واضح، تفضلي. اول شيء قلت لنا هيدي الميموري يونت بتتركب هيك على شيء، على شو قلت لنا؟ ماذر بورد رح تمرق عندي هون هيدي. بس أوكي. انا قلت عنها عشان انا برجع بعطيها اخر وحده، خليكم معي وانا حطتها انا كده. شايفيتها ويني مرقت معي لوحة الأم اللي هي انت للكمبيوتر اللي شايفيته مقطعة شريحة إلكترونية كتير كبيرة. وين روحنا؟ هيدي مثلا نتورك كارد المكتوب عليها هيك زي دسمن. هون بيعلق الرام، نشك بقلبك كيف الأتاري هل كنت تلعب فيها انت وصغار، كمان كروت مخصصة، كمان هون بتعلق الروم، هون السي بي يو بيجي تحت المروحة هون عشان حتى ما يحمى. هيدي الطايب لقلة ألمينيوم حتى تضل، إذا فكينا هيدي ملاقي السي بي يو تحت منها عشان بيصير سخن كتير. أوكي. يعني لو ما رام بوجود الكمبيوتر أو التليفون ما بيقدر الواحد يختار برنامج ويشتغل عليه، ما كان بيثبت مثل ما لا نحن فاتحين معك تيمز أو والصور، ما كان بيقدر يكون منظم بهيدي الطريقة. ما فهمت. لا حضرتك عطيتنا الرام والروم. كنت عم اقول لك انه يعني لو ما الرام الواحد ما بيقدر يحدد البرنامج بده يشتغل عليه ويضل وقت. لا الروم ما خصه بالبرنامج، الروم هو خصه بس بيتحرك اول ما دور الكمبيوتر بلحظات ليعطي امر انه في عندي فايلات خاصة بنظام التشغيل اللي مثل عندك على التليفون اندرويد او ايفون، وانا مثل اللي عندي على الكمبيوتر عم بيقول له تفضل روح قلع هلا بلش. هيدي الداتا بتكون محفظة بقلب الروم،
يلي هو داتا مخصصة بنظام التشغيل ما خصو بالبرنامج التيمز أو غير التيمز. هودي سوفتويرز محافظين على الهارد ديسك. وضحيت؟ وضحيت. أنا راح اكتفي بهذا القدر اليوم. تعبت أنه عندي محاضرة يمكن بعد للسنة الثانية على الثمانية. طيب. أنا بتمنى تكون استفدتوا ولا عافيكم. بتمنى تكون استفدتوا من هيدا المحاضرة. رح نرجع نكفي إن شاء الله. يعني بضل في عنا أربع محاضرات ولا عافيكم. أربع محاضرات بعتقد بيكون في. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. مرة جاي رح نرجع. ولا عافيكم. رح نرجع نحكي عن الوحدات الإدخال. أتمنى إنه في أمور يعني لا يعني. يعني ما بيكفي بس القراءة مثل ما عم تشوفوا. يعني أنا حاولت قد ما في شيل منه الحكي. ما بحبش الحكي كثير أنا بهذه المادة. فبدي أشرح بعض الأمور وخاصة ليكون لكم البيزكس قوية لتطلعوا لعندي للسنة الثانية وتكفوا عندي ماجستير اللي بده يكفي ماجستير. فبتمنى أنه بهمني هلأ مش النجاح بالمادة. أنا آخر همي بهمني تلميذ شو استفاد. بهمني شو عم تستفيد من هالقعدة. إضافة إنه بدي اليوم البيزكس للمادة لتقدر تطلع لعندي للسنة الثانية وما يكون في عندي إشكالية. يعني بكرة الأند والأو رح تشوفهم بدي يمرقوا معي بالإكسيل. يعني بضطر أوقات أحكي بأمور مختلفة كليا يعني بعتبر إنه أنا شرحها. فبتمنى عليكم يكون في كمان حضور اليوم. بعتقد كان الحضور جيد. بعتقد 70 بعرف قديه ناسي بتاعت كان 54 يعني ما بعرف كان في فوق 60. فبتمنى يكون في كمان حضور لنقدر نرجع نكفي بالانبوتس يونت والاوتبوتس يونت ونكفي لنوصل لاخر شيء للفيروسز وانواع. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم بالف خير. شكرا دكتور. شكرا دكتور. يعطيك العافيه. الله يعافيكم.